الحمد لله رب العالمين، حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاةً وسلامًا إلى يوم الدين، أما بعد. فمن هدي السلف الصالح رضي الله عنهم ورحمهم ما أخرجه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري رحمه الله عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: كنا نصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. فهذا كان من هدي الصحابة رضي الله عنهم في الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الهدي هدي واجب لا بد للمسلم إذا كان مأموماً أن يلتزم هذا الهدي، وهو متابعة الإمام في الصلاة. وإذا رأيت صلاة الناس اليوم رأيت العجب العجاب في مسابقتهم للإمام. وقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: الذي يرفع ويخفض قبل الإمام إنما ناصيته بيد الشيطان، وذلك لأن الشيطان يريد أن يفسد على الناس صلاتهم، فيجعلهم يسابقون الإمام في الصلاة. ومسابقة الإمام في الصلاة على الصحيح من قولي أهل العلم أنها مبطلة للصلاة لمن تعمدها، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله صورته صورة حمار، أو يقلب رأسه رأس حمار. وهذا وعيد، والوعيد لا يأتي إلا على كبيرة من كبائر الذنوب. وهذا يدل على أن المسابقة محرمة، وتعمد الحرام في الصلاة من مبطلات الصلاة. ولذلك ذهب كثير من المحققين من أهل العلم إلى أن مسابقة الإمام مبطلة للصلاة لمن تعمدها. فإن كانت هذه المسابقة في تكبيرة الإحرام فهي مبطلة بلا خلاف، وذلك لأن الصلاة لم تنعقد أصلاً. أما إذا كانت في غير تكبيرة الإحرام فإن الصحيح كما ذكرنا أنها مبطلة للصلاة. ومن صور مسابقة الإمام في الصلاة ما نص عليه البراء بن عازب في هذا الحديث، قال: إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على. وهذه الحالة بالخصوص يقع فيها اليوم كثير من الناس، تجد المأموم قبل أن يكبر الإمام ويسجد تجده يحني ظهره استعداداً للسجود. هذه من مسابقة الإمام في الصلاة. وتأمل في حال المصلين تجد مثل هذا كثيراً، تجده يحني ظهره استعداداً للسجود، بينما البراء بن عازب ماذا يقول؟ لم يكن أحد منا يحني ظهره حتى يضع النبي جبهته على الأرض. فهنا يجب على المأموم أن يقف حتى يضع الإمام جبهته على الأرض، ثم بعد ذلك يقع ساجداً، وإلا فإنه يقع في مسابقة الإمام. ومن صور مسابقة الإمام في الصلاة وهي منتشرة انتشاراً كبيراً بين المصلين، مسابقة الإمام عندما يقوم المأموم المسبوق لقضاء ما فاته من الصلاة، فتجده يقوم قبل أن يسلم الإمام التسليم الثانية. فإذا قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله قام المأموم المسبوق ليقضي ما فاته قبل أن يسلم الإمام التسليم الثانية، وهذا نوع من مسابقة الإمام على الصحيح. ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن من يفعل هذا الفعل أنه تبطل صلاته، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها تنقلب نافلة. المهم أن فعله لا يجوز، فإذا أراد أن يقضي ما فاته لا بد أن يقوم بعد أن يسلم الإمام التسليم الثانية وينقطع صوته. وعلى كل حال المسابقة في الصلاة صورها متعددة، سواء سابق في الركوع أو في السجود أو في القيام أو في الخفض، كل هذا يعتبر من المسابقة. ولكن هنا مسألة مهمة لا بد أن ننبه عليها، وهي موجهة إلى الأئمة الذين يصلون بالناس. يجب عليهم
ألا يحرجوا الناس في مثل هذه المسائل. كيف ذلك؟ تجد بعض الأئمة يطيل التكبير، فتجد يقول الله الله أكبر فيمد التكبير، فإذا مد التكبير فإن المأموم بمجرد السماع يكبر مباشرة، وهذه خطيرة خاصة في تكبيرة الإحرام. والسنة أن يحذف التكبير حذفا، الله أكبر، سمع الله لمن حمده، الله أكبر، هذا الذي ورد في السنة أن يحذف التكبير حذفا. أما مده وتمطيطه هو من أسباب وقوع المأمومين في مسابقة الإمام في الصلاة، وخاصة في تكبيرة الإحرام. لذلك تنبه المأموم، بعض الأئمة يطيل التكبيرة والمأموم بمجرد السماع يكبر، وهذا لم ينتهي، أي الإمام لم ينتهي من التكبيرة، لم تنعقد الصلاة أصلا للمأموم. وذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى ألف رسالة كاملة في هذه المسألة، وشنع تشنيعا كبيرا على هؤلاء الأئمة الذين يفعلون مثل هذه الأفعال. ورسالته اسمها رسالة الصلاة للإمام أحمد، صلى في مسجد فرآهم يسابقون الإمام في الصلاة فألف هذه الرسالة العظيمة، ونقل فيها الأثار والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه المسألة ليست مسألة سهلة كما يتساهل فيها اليوم كثير من الناس. فإذا يجب على الإمام أن يحذف التكبير حذفا، ويجب عليه أيضا ألا يوقعهم في الحرج بأن يكبر تكبيرا في غير موقعه. كيف يكون ذلك؟ تجد بعض الأئمة يكبر وهو قائم ثم يسجد، هذا التكبير ليس في مكانه. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الصلاة تبطل، وإن كان الصواب أنها لا تبطل، ولكن المسألة ليست سهلة، لأن مكان التكبير بين الركنين، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر حين يركع ويكبر حين يرفع، وكلمة حين يعني بين الركنين، فما يكبر وهو قائم ثم يسجد، ولا يسجد ثم يكبر، وهذان خطأان يقع فيهما كثير من الأئمة، إما يكبر وهو قائم ثم يسجد، أو يسجد ثم يكبر. وبعضهم يعني يأتيه الشيطان يقول حتى يطلع صوتك في المايك فيصل الصوت إلى المأمومين. الحل في هذا أن ترفع صوتك أثناء التكبير حتى يسمع الناس، ولا تفعل مثل هذا الفعل بأن تسجد ثم تكبر، أو تكبر وأنت قائم حتى يطلع الصوت في المكبر. فإذا يجب على الإمام أن لا يوقع الناس في الحرج، ويجب على المأمومين أن يتنبهوا لهذه المسألة العظيمة، لأنها مسألة عظيمة يكفي فيها وعيدا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يقلب الله رأسه ورأس حمار، أو يحول صورته صورة حمار، نسأل الله العافية والسلامة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني الإمام طيب ما يطيل السجود، يعني لما يسجد هذا ينتظر الإمام، لما يسجد الإمام ذا يقول الله يسجد المأموم إلا الإمام رفع، صح ولا لا؟ بعض الأئمة طيب لما يسجد يعني ما يعطي فرصه للمأموم انه يسجد، نبهه المأموم لابد يشتري بعد الحساسيه، عرفت؟ ما بده يسجد الا رفع الامام، ينبه الامام، ينبه ما يترك.